التسامح والعطاء هو شعار فرقة كنيسة درعا للموسيقى التي نمت وترعرعت في كنف كنيسة درعا للروم الأرثوذكس وسائر المشرق. وضمت هذه الفرقة الكثير من الشابات والشباب من الكبار والصغار الذين هووا الموسيقى وأرادوا أن يوصلوا رسالتهم من خلالها، فكان لهم العديد من المشاركات الفنية في المناسبات الرسمية والشعبية والثقافية. بدينا كان في عنا تحديات، في صعوبات، آلات موسيقية ما كان في المكان، ما كان متواجد. طبعا الكنيسة دعمتنا بالمكان بآلات الموسيقى، بمجموعة صوت، بكثير أشياء. يعني هي اللي قوت الفرقة، هي اللي دعمتها، هي اللي أعطتها. طبعا احنا كان في تحدي كثير كبير انه انتم عم بتغنوا بظل انه في إرهاب، في ضرب، في قذائف. طبعا احنا كان لنا هدف انه نتحدى، نوصل رسالة سلام، رسالة محبة للعالم، انه نحن بالكلمة حلوة عن طريق الفن اللي بيهذب النفس، هو اللي راح جزء من اجزاء النصر لسوريا، لبلدنا الحبيب. بعز الظروف الصعبه نحن شكلنا هاي الفرقه، شكلنا فرقه الاطفال لايصال رساله للعالم. اطفالنا عندهم فكر غير ظلامي، غير ضلالي، غير سوادي تماما. عندهم فكر مزروع فيهم الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن رغم هاي الظروف الصعبة والتهجير الممنهج اللي حصل بهالبلد. فرقة الكنيسة يعني فرقة لا يعلى عليها كغناء، كعزف، كمشاركة، كجهود، يعني كل الأشياء. فرقة رائعة أنا بالنسبة لي، وأنا أتيت من حمص ليشارك بهذه الفرقة. احنا رغم الحرب ورغم كل شيء بنغني ونعمل، يعني من مواهبنا بننميها، بس بفضل الأساتذة الكبار هنا اللي عم يعلمونا وبوصل رسالة السلام انه احنا لو صغار بيكون عنا مواهبنا اكبر منا. ظروف الحرب وغدر الإرهاب لم يستطع ان يوقف حناجرهم عن الغناء وآلاتهم عن العزف، صامدين مصممين على تنمية الموهبة الراقية والتي تبعث للعالم رسالة المحبة والسلام.